لقاء الجوالة السادسة عشر هو لقاء الزمن، لقاء أسطوري بنا نحن جوالات عمان، وكأن عمان كلها تعيش هذا الحدث، انطلاق رحلتين في زمن واحد، رحلة تنطلق من جنوب عمان محملة بعبق اللبان لتمر بإبرة مهوى الروح، مكحلة عيونها بتلك الأراضي الزراعية الخصبة، منطلقة بعدها لتتنسم نسيم البحر الذي يهب من صور، منبهرة من تلك المراكب المنتشرة على طول ساحلها، لتستريح قليلا في شهباء نزوى حيث جمالها يسترخي على سفوح جبالها، وتواصل المسير لتطوف بمسقط عاصمة الوطن ودانته، لتصل إلى المطاف الأخير متزامنة بوصولها مع وصول القافلة الأخرى التي انطلقت من الشمال الغربي محملة بآثار القلاع والحصون والأبراج من عبر لؤلؤة الظاهرة، لتعرج على سهول شناص وهضابها وأوديتها، ميمنة بعد ذلك شطرها إلى صحار عاصمة الصناعة العمانية، الساحرة بهدوئها الخلابة بجمالها، لتواصل المسير حيث المصنعة المنتشية فرحا بهذا الاستقبال، استقبال الأحبة، لتكون معها في الاستقبال جارتها الأثيرة الرستاق صاحبة الإرث التاريخي العريق، ليكمل العقد في أبهى صياغة، كيف لا وقد صاغته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بدورر من بحرها الفريد. الجوالات، تضامن، تحدي، ابتكار. نحن نتحدى، نصنع خارطة، نرسم طريقا. هناك شفرات ينبغي أن نفك طلاسمها، وهناك صعاب لا تخيفنا بل تقوينا، لربما سقطت إحداهن ولكنها لن تنكسر، فنحن معها نشد عضد بعض باتحادنا وتماسكنا، مترابطين تماما كما هي حبال الله المتينة. تلك العقد التي نصنعها من الحبال 11 عقدة كما هو عدد أفرعنا، نمدها لننشئ بها جسرا للعبور، نتواصل بتلك العلامات السرية، تلك التي وضعناها في خططنا، تسير بنا كمنظومة متلاحمة، نستكشف معا ونبتكر معا، نحن أقوياء باتحادنا. في عالم الجوالة أنت لا تتكلم عن نفسك ولا ترى إنجازاتك، لأنك تراها واجباً يحتمه عليك هذا الانتساب، ولكن لندع التاريخ يتحدث ويسأل: من هي الجماعة الطلابية التي تستقبل الطلبة في الأسبوع التعريفي وتودعهم كخريجين في حفل التخرج؟ من هي الجماعة التي تصدح مع الشعراء في أمسياتهم وتصفق للممثلين على خشبة المسرح في الصباح؟ من هي الجماعة التي تقع على عاتقها مسؤولية الأعمال التطوعية الجامعية والمجتمعية؟ من هي الجماعة الطلابية التي تراها حاضرة في جميع فعاليات الجامعة ولا تكاد تخلو فعالية منها؟ من هي الجماعة التي تراها ليست سنداً وعوناً لفريقها فقط، بل هي عون للآخرين أيضاً؟ قف بي على ألبوم الصور في ذاكرة المجد، تلك الصور التي تحكي عن ملحمة تاريخية أبطالها جنود مخفيون، يمكنني اليوم أن أزيل عنهم الستار لأخبركم أنهم الجوالة. تماماً
كما هو النظام الشمسي، ندور في أفلاك متعددة لنلتقي في مجرة واحدة. نفترق لنتشكل بما يليق بمنظومتنا، لنجتمع في نظامنا الأساسي، نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. بها نحن متماسكات متحدات، نزداد متانة، نفجر طاقاتنا تحت رعايتها واهتمامها، نتحصن بحصنها الدفاعي. هذه الرعاية التي زدنا بها عزما وإصرارا، فكان أن كنا نجوما مضيئة في عالم المشاركات. هذه الرعاية التي زدنا بها عزما وإصرارا، فكان أن كنا نجوما مضيئة في عالم المشاركات.